وخاصة من الخارجية الإسرائيلية، الخارجية الإسرائيلية اللي قاعدة تعمل في ضغوطات في بلدان الاتحاد الأوروبي في سفاراتها غديكا، قاعدة تحكي على تهديد موجود لليهود التوانسة، لليهود الموجودين في تونس. شنو حقيقة هذايا؟ شنو المقصود بالضغوطات هذه؟ شنو الرد الرسمي التونسي؟ نحكيه في الموضوع هذا اليوم شوي آخر مع تهامي عبدولي كاتب الدولة للشؤون الأوروبية اللي يلتحق بنا. ناخذ رأي وزارة الشؤون الدينية السيد صادق العرفاوي مستشار وزير الشؤون الدينية، ويحضروا معنا في البلاتو الأستاذ رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. مساء الخير أستاذ. مساء الخير، شكرا لك. مرحبا. يحضر معنا كيف كيف الأستاذ مازن الشريف المفكر الإسلامي، مساء الخير. مرحبا بك. ويحضر معنا سي محسن النويشي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة. أستاذ مساء الخير. مرحبا بك. إذن خليني ناخذ موقفكم المبدئي ساعة من الموضوع هذا، خليني نعطي بعض المعطيات الموجودة في الحكاية للناس اللي تتفرج فينا شنو قالت إسرائيل، ومن بعد نبدأ معاك أستاذ رياض الصيداوي تعطينا تعقيب. يعني إسرائيل طالبت بإدانة التحريض ضد اليهود في تونس، هذا هو الكلام اللي قالت وزارة خارجيتها، طالبت بالشيء هذا في سفاراتها في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا وفي إيطاليا. الخارجية الإسرائيلية نشرت صور وشرائط فيديو ظهر أعمال تدمير المقابر اليهودية وتدنيسها، وتقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية يقول الجالية اليهودية في تونس قربت لـ2000 كما يقول هو تعاني من مظاهر تحريض متنامية تصل إلى حد تصريحات خطيرة من قبل رجال دين محليين، وتزيد تذكر رقم على تدنيس القبور اليهودية في تونس، تقول تم تدنيس 80 قبر يهودي في تونس خلال الشهر الماضي. ناخذ تعقيب أول من عندك أستاذ رياض الصيداوي في موضوع هذا، وخاصة توجه إسرائيل للضغط على تونس في البلدان الأوروبية. إسرائيل تصطاد في الماء العكر، آخر بلد في العالم ممكن أن يتحدث عن حقوق الإنسان هو إسرائيل، التي تقتل الفلسطينيين في غزة، وتقتل الفلسطينيين في الضفة، وتقتل الفلسطينيين في فلسطين، وتقتل اللبنانيين والفلسطينيين في لبنان، آخر من يمكن يتحدث عن حقوق الإنسان. لكن نحن لابد أن نعرف اليهود التوانسة هم توانسة، هم أبناء وطننا، هم مواطنين، هم متاعنا، نحميهم وندافع عنهم لأنهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، فلا حق لقوى خارجية أن تتدخل في شؤونها، وإسرائيل هنا تتدخل في شؤونها وتصطاد في الماء العكر. هؤلاء أرادوا أن يبقوا في تونس، إذن تونس هي بلدهم حتى بالهوية. لكن لابد أن نعرف تونس تعيش ما قلناه 1000 مرة في بالحمى الثورية، بعد انهيار النظام تحدث مشاكل، الوضع مضطرب، يتواصل هذا الاضطراب غير مس اليهود. لابد أن ننوه أنه تم مس القبور الزوايا الصوفية، تم ضرب المسلمين قبل أن تحدث عن اليهود، ضرب الزوايا الصوفية تدميرها هنا هناك. لماذا؟ لأنه هذا الانفلات وهذا الغزو الثقافي الخارجي غير التونسي، ضرب التسامح، ثم خطابات حقد وعنف موجودة أراها في الفيسبوك. أنا حذرت في فرنسا كانت بالإنجليزية منذ بداية الثورة، احذروا الفيسبوك واحذروا خطابات الحقد، خطابات الحقد والكراهية يعاقب عليه القانون. أنا في سويسرا لو أكتب في صفحتي فيسبوك كلام أدعو إلى الحقد أو الكراهية أو كره الناس وعاقب عليه قانونيا، لأنه لا يحق لنا أن نكره، أن نبغض، أن نحقد. حتى نرجعوا للموضوع هذايا، وموضوع ربما احنا بطريقه ولا باخرى مساهمين في الحكايه هذايا وفي تشعيل النار الاسرائيلي الموجود ضد تونس في اوروبا. ناخذ تعقيب من عندك استاذ محسن ميشي. معنى ما يمكن أن يضاف هو أن يعني أولا نأكد على أن اليهود هم توانسة، هم توانسة قبل ما يكونوا يعني قبل ما ننظروا للانتماء الديني متاعهم. يعني الأصل نحن في تونس لا نفرق في بلد معناها يعتمد المواطنة كأساس للانتماء، لا نفرق بين مختلف الديانات. يعني هذا يعني التفريق هذا يعني مسألة لا يجب التأكيد على أنه لا يجب يعني لا يجب أن يوجد أي يعني اتجاه نحو التفريق بين مختلف المواطنين. فاليهود هم مواطنون تونسيون يعيشون بيننا، لهم حقوقهم وعليهم يعني حقوق المواطنة وعليهم الواجبات أيضا للمواطنة. وما يعني يقع الحديث عنه من تدنيس للقبور هذا يعني اولا ساعه نحن ما سمعناش به في الاعلام حتى وقت لقاء الحديث في المده الاخرى على يعني الاعتداء على الزوايا وغيرها. يعني الخارجيه الاسرائيليه تفاجئنا بالحديث على تدنيس لقبور اليهود، لقبور اليهود التوانسه.
هذه اولا ساعه ثم يعني ثم مفاجاه تخلينا نطرح نقطه استفهام. هذه حاجه. حاجه ثانيه من الناحيه المبدئيه يعني حتى دينيا للقبر حرمه مهما كان الذي دفن فيه، يعني هذا من الناحيه الدينيه. من الناحيه الاسلاميه القبر عنده الحرمه نتاعها سواء كان مسلما او غير مسلم، سواء كان يعني من اي دين كان. وفي الاسلام معناها في الدين يعني في الاسلام، وربما يدخل معناها ممثل وزاره الشؤون الدينيه سيوضح هذا جيدا، ان معناها القبر عنده حرمه مهما كان يعني المدفون فيه. هذا من ناحيه، بالتالي معناها مدان بكل معناها مدان دينيا، مدان سياسيا، مدان وطنيا ان يقع تدنيس القبور. هذا من ناحيه مبدئيه. اما من ناحيه معناها تدخل يعني اسرائيل في هذا الموضوع او اثاره هذا الموضوع لتخويل او لتبرير التدخل، فهذا في تقديري هو تدخل معناها في الشان الداخلي، وهو تحريض منطلقه واساسه ليس يعني هذا الموضوع، بل منطلقه هو الثوره التونسيه، والهدف منه هو استهداف للثوره التونسيه، واستهداف ربما من منطلق من خلال الثوره التونسيه واستهداف للربيع العربي، وهو تدخل في الشان التونسي وهو مرفوض. ولا اظن ان اي تونسي اليوم اولا يقبل بتدنيس قبور اليهود، وثانيا لا اظن اي تونسي اليوم يقبل بتدخل الكيان الصهيوني في الشأن التونسي. واضح سيدي. خلينا باش نجيك استاذ مازن توت سويت، اما خلينا ناخذ ساعه سي تهامي العبدو اللي كاتب الدوله للشؤون الاوروبيه، بما انه التقرير صادر عن وزاره الخارجيه الاسرائيليه وقامت بتكليف السفارات الاسرائيليه في الغرب وخاصه في البلدان الاوروبيه. اذا ينضم منا سي تهامي العبدو اللي كاتب الدوله للشؤون الاوروبيه. مساء الخير استاذ. مساء الخير سي حمزه. طبعا ستسألني عن الموضوع نفسه. وأولا لا أستغرب أي شيء من العدو الإسرائيلي، فتاريخه يثبت إمكانية هذه الأشياء. ولكن ما أؤكده الساعة أني حينما استمعت أو سمعت بهذه الإشاعة اتصلت بالجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، وهي المؤسسات المعروفة، المفوضية الخارجية الأوروبية، البرلمان الأوروبي والرئاسة رئاسة الاتحاد الأوروبي. والحقيقة إلى حد هذه الساعة لم يثبت أن هناك لوبي قد تحرك في هذا الاتجاه ضد تونس أو للحديث عن الجالية اليهودية في تونس، وهي جالية تونسية بامتياز. ما أود أن أطمئن به الشعب التونسي أننا لنا كذلك لوبي في الاتحاد الأوروبي، ومعروف أن الاتحاد الأوروبي في هذه المؤسسات الأربع يتميز بالاعتدال، وكثيرا ما رفض كل ما يمكن أن يمس بالثورات العربية، وهناك لوبي يدعمنا ويدعم القضية الفلسطينية كذلك. الشبهة ربما تحوم حول بعض الأطراف المتطرفة من اليسار الفرنسي، وهي التي قد صرحت بمثل هذا الموضوع دون ذكر أسماء. ولكن مع هذا فإنه حتى إن تم التحرك في هذا الاتجاه فإن الموقف الفرنسي سيظل معزولا ولن يتمكن من التأثير في قرار الاتحاد الأوروبي. أود أن أذكر بشيء آخر مهم، هو أن رئيس الجمهورية منذ أيام حينما كان في خطابه في ستراسبورغ قد أكد أنه أيام الثورة التونسية لم ترفع شعارات معادية لإسرائيل أو ضد الغرب، وبناء عليه وصلتهم رسالة طمأنة، وفي معنى من معانيها أن الجالية اليهودية في تونس هي جالية تونسية تحميها الدولة التونسية. يعني مبدئيا أعتقد أنها زوبعة في فنجان أكثر منها حقيقة، لأني قمت بكل الاتصالات ولم يثبت لدي أنهم قد تحركوا في اتجاه الاتحاد الأوروبي. واضح. لكن أستاذ تهامي، إذن هذه معلومة الساعة تقول لنا كونه احنا عنا الأخبار واللي نشرته وسائل الإعلام أن التحرك الإسرائيلي جاء عبر 5 سفارات، سفارة الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإيطاليا. أنت تأكدنا أنه في أوروبا هذايا ما فماش منه تقريبا، وإلا حتى كان فما منه ما فماش نية للبلدان هذه أنها تمشي مع الرأي الإسرائيلي. نعم، في اتجاه مؤسسة الاتحاد الأوروبي إلى حد الآن لم يحدث هذا، وليست هناك نية لدى مؤسسة الاتحاد الأوروبي لدعم هذا الموقف،
ثم يضاف إلى هذا نحن كذلك جندنا أنفسنا، جندنا اللوبي الذي يدافع عن ثورات الربيع العربي وعن القضية الفلسطينية، وأعتقد أنهم لن يصلوا إلى شيء في النهاية. هيك ولا عنا لوبي احنا زادة في الاتحاد الأوروبي شيء يعمل كيف لا تخشى شيئا سي حمزة. أنا كلامي أنا